ماد إن، فيلم أكشن ورومانسية جزائرية من بطولة سمير عبدون وعز الدين برغدة وصورية مليلي، ومن إخراج وسيناريو موسى حداد. صدر الفيلم في صيف عام 1999، ويعد أول فيلم أكشن في تاريخ السينما الجزائرية، وتم تصويره بالكامل في مدينة الجزائر. وإليكم الآن أبطال الفيلم بعد 24 سنة. لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. Can I?